يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم السبت 10 ايار 2014 بداية ويكند جديد وكمان بداية حلقة جديدة من MTV Alive. مع بداية حلقتنا اليوم حبيت أوجه تحية كتير كبيرة لشاب مميز بيحضرنا دايما من أمريكا وتحديدا من مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية. اسمه بريدن جاي وعمره 11 سنة. والمميز ببريدن هو مش بس انه شاب صغير بيحضرنا، هو منه من اصل عربي مشاهدينا، يعني ما بيفهم لغتنا. بالرغم من هالشي هو دائما بحب يتابع برنامجنا لانه بحب كثير الشخصيات اللي بيطلوا عليه من خلال برنامجنا، وبالاخص زميلنا امين ديب وبتابعه دائما بفقره ورك اوت. امين خبرني شوي عن بريدن وعن قصته، وبصراحه انا كثير تاثرت فيه وحبيت شارككم بقصه هالشاب الشجاع الصغير اللي عم بيخوض المعركه ضد المرض، مرض خبيث ما بيرحم حدا لا كبير ولا صغير. وقد ايه نحن بننبسط بالاخص لما بنعرف انه هالشاب الصغير صحيح انه عم بيواجه معاناه كثيره، انما عم بيواجه هالمرض بايمان كبير وبامل كبير. وقد ايه نحن بننبسط اذا عم نقدر من خلال برنامجنا نرسم البسمه على وجه بريدن، وعم نقدر ندعمه بالقليله معنويا بمواجهه هالمرض الخبيث. هلا صحيح انه بريدن ما بيفهم لغتنا، انما هلا حبيت وجه له تحية باللغة الإنجليزية. Brayden, we thank you very, very much for watching our show. We found out about you through Amin and we want to tell you that we're all praying for you. We know you're a tough guy and we know you're going to win this fight and we hope to hear very good news from you soon. On behalf of all the members of our show MTV Alive, I send you many hugs and many kisses. May God bless you and your family. Amin مشاهدينا محضر له مفاجأة وتحية كمان على طريقته بعد شوي خلال حلقتنا، خليكن معنا. أما هلأ راح ننتقل نحن وياكن لعند زميلنا فادي حتى نشوف شو جايب معه من الأسواق الإلكترونية. إنما قبل اسمحوا لي له كمان صباح الخير. Good morning فادي. Good morning. كيفك اليوم؟ ماشي الحال، أنت كيف؟ أنا كتير منيحة وكتير مبسوطة، مع أنه هيك القصة شوي حزينة، بس قدي نحن مننبسط أنه أي فرد من برنامجنا عم بيكون نوع من الانسبيريشن لأي شخص عم بيحضرنا، مش بس بلبنان إنما بكافة أنحاء العالم، وخاصة أنه هالشخص ما بيفهم لغتنا ولكن عم بيقدر هيك يكون شجاع أكثر من خلال الشخصيات اللي بحبها ببرنامجنا. فأنا أكثر من مبسوطنا اليوم. أنا كمان أكيد. أمين محضر له مفاجأة لبريدن وأنت رح تشارك فيها، بتصور كلنا رح نشارك فيها. هلا تحمست أعرف شو هي المفاجأة. هلا بخبرنا بعد شوي أمين، إنما قبل رح أوصل لعندك بسرعة حتى ما نخسر وقتنا من باركود تنشوف شو في الأسواق الإلكترونية. صباح الخير لكل مشاهدينا. هاي اجين. بس خبرك انه اليوم عندي اخبار شوي بتتعلق بالطب. في قصص كثير كثير مهمه. رح بلش باول خبريه واللي هي بعتقد من الاهم، والناس كثير حكيت عنها بتعرف عنها، اللي ولد جديد من كم سنه لهلا اكيد طلعوا عليها، اللي هي فكره عم نحكي عن هيومن ستام سيلز. نعم. بتعرفي انه هدول كثير مهمين الستام سيلز لاول ما يخلق الطفل الجنين. صحيح. اول ما يسحبوهم وبيخزنوهم. اكزاكتلي، بيخزنوهم وبيتخزنوا بالوقت الحاضر، او ما بعرف اذا تطورت اكثر صاروا بيتخزنوا لمده 25 سنه بمركز بنك خاص، مثل ما في بنك للدم، بنك لاموالنا. صحيح، في بنك خصوصي للستام سيلز، وهدول الستام سيلز عم بيساعدوا الناس لحتى يصحوا من يصحوا من الامراض. نعم. هو بالتحديد عم بيشتغلوا عليها لعده امراض، فيها تكون حتى هلا ريسنتلي عم بقرا للصلع كمان. شو حلو. للوكيميا، للسكري، لامراض عديده. هون النقطه انه الشخص اكيد بسنين متقدمه جدا بيقدر هو يعالج نفسه من خلال الستام سيلز اللي عم بخزنها لبعدين. وبيقدر كمان مش يعني مش ضروري تكون الشخص اللي اخذنا منه ستام سيلز. نعم. من افراد عائلته كمان بتصور. صح، بيقدر يساعد افراد عائلته. مشان هيك هلا عملوا كمان تيست جديد، وهالتيست الجديد هن على المونكيز. المونكيز عندهم هارت ديزيز، وطلع انه بتعرفي انه هارت ديزيز وانس اوف ذا هارت ديزيز بيقدر يكون هو الشرايين بس شوي تسكر، بخف الاكسجين، بس خف الاكسجين عن الشرايين
القلب ما بقعد عضلة القلب ما بقعد تشتغل مزبوط. نعم. بتصير تتعب أكتر. تتعب أكتر بتصير تخف شغلة وبصير شغلة محدود تقريبا ببرسنتج معين. هالستم سيلز عملوا لهم تيست ريسنتلي وتيست نجح. رح خبركم شوي مشاهدينا كيف انعملت. عملوا انجكشن لهالمونكي بي مليون اوف ذس ستام سيلز. ستام سيلز منه هو؟ لا من 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 حدا من عائلته؟ من بيبي. من من هيومن بيبي. من هيومن بيبي. اوف. عملوا له انجكشن لانه بتعرف انه القرد هو اكثر حيوان قريب لنا. فكان عنده مشكله. البيبيز بنطنطوا مثل القرود ما تزعل. كان عنده مشكله بعضله القلب وبين انه 40% من العضلات اللي كانت من حتى السيلز اللي كانت ميته بهالعضله القلب تجددت ورجعت تشتغل من خلال هالانجكشن. من خلال هالانجكشن بس اخذت فتره شوي طويله يعني عم نحكي كم شهر ورجعت جددت ورجع يشتغل القلب بطريقه افضل كثير من قبل بطريقه كثير طبيعيه. فينا نقول ليش باول ثلاث اسابيع كان في مشكلة دقات القلب، كانت مختلفة دقات القلب لأنه لأول ما فاتوا الستام سيلز هيدي اللي رح يعالجوها. بتصور هيدي في نوع من الريجكشن بيصير لأنه منه من نفس العائلة. ما هن حتى يكونوا هالسيلز يصيروا ماتشور لتنمى مضبوط هالسيلول هالخلية أخذت وقت ولأنه عم تاخذ وقت كان دقات القلب عم تختلف ما عم بتكون منظمة مثل ما مفروض تكون منظمة. بس بعد حوالي ثلاث أسابيع رجعت نظمت دقات القلب ورجع مش الحال وصارت كل شيء طبيعي. ليش تمت التجارب على المونكيز؟ لانه هن عم بيعالجوا المونكيز. لا اكشلي على طول بيعالجوا ملايين من الناس عم بيعانوا من هالمشاكل. كل التست بينعملوا على او انيمال تيستينج فارة او مونكي. لا خلينا بالمونكي. هلا هن عم بيقولوا انه من هلا لاربع سنين رح يبلشوا فيه على هيومن بينجز. هلا انت انبسطت لانه ستام سيلز عم بيستعملوهم للصلع. نحن نساء مبسوطين لأنه كمان بيستعملوها كتير بمجال الجراحة التجميلية فتنبعد الشيخوخة فكمان هيدا استفادة أخرى للستم كله بيساعد كله بيساعد. هون عم نشوف وهلأ المونكيز فيهم يشكرونا كمان عم نشوف هالبارت صغير من المونكيز من قلب المونكي البارت صغير اللي هو بالأبيض إذا فينا نشوفه هيدا اللي كان تعبين هيدا المصل اللي كانت تعبينة وهيدا المصل اللي رجعت عملت تجدد بالخلايا ورجعت تشتغل طبيعي. يعني هيدا أخبار حلوة لقلنا أنه بعد عدة سنوات رح يقدروا. صحيح. هلأ شو الجديد فيها هون أنا ما بعرف ماني مطلعة كتير. ستام سيلز نقدر نستخدمها إذا من شخص ما كان من أفراد عائلتنا تخيل أنه هيدا الجديد اللي عم يبحثوا فيه هلأ هيدي بارت أو إذا بارت. ممكن نستفيد منها بهالمشكلة بالذات بمرض القلب. أوكي. صح لانه اول ما بلشوا بامراض السرطانيه اللوكيميا. نعم. بالتحديد وبعدين صاروا يتطوروا شوي شوي مع يعني جربوه على عده امراض اخرى مثل مثلا السكري صاروا بيعملوا انجكشن للبنكرياس هالبنكرياس بيرجع بيجدد الخلايا وبيرجع بيفرز الانسولين هون القلب عم بيرجع يجدد الخلايا عم بيرجع عضله القلب تشتغل طبيعي. اخبار بتطمننا شوي رح نظهر شوي من الطب نرجع له بعد شوي بس هيك لحالة ستات البيوت لأنه أنت كذا مرة طلبتي إنه يكون شيء خاص لنا صح شيء خاص شوي للطبخ عم نحكي مش هالقد خاص لا بس طريقة كتير مهضومة وكتير صحية. نعم. عم نحكي عن أنوفا هي ليش لما نذكر ستات البيوت دغري بتفكروا بالطبخ ما بنعمل شيء تاني بس ما هني هيدا بارت ولا لا يعني خلينا نسمع شو هي الايتم قبل هلا فينا نقول انه حتى شباب فيهم يستعملوها العيشين لحالهم كمان عادي ما في اي مشكله او ليش زوج كمان بيطبخ ما في اي مشكله خبرنا شو عاملين نوفو او لونوفو انوفا انوفا هي ديفايس كثير مهضومه عم نشوفها هون كيف تطورت من 2013 لهلا مارش 2014 هي ديفايس فيها تعمل لنا طريقة حتى نحضر كل الطبخة اللي نحن بحاجة نحضرها بطريقة سوفيد هي عم نحط يعني عم نشيل عم نعمل فاكيوم للأكل عم نعمل فاكيوم بنحط الأكل بباج بلاستيك باج نعمله فاكيوم منعلقه بالطنجرة ومنسقطه بمي سخنة هيدي الديفايس هيدي ما فهمت
كثير غريبه شفتي؟ لا هيدا اللي ما بيطبخوا كثير بالبيت. لا بطبخ اكثر من بطبخ. طيب. بس مش مارق علي هال عم نطبخ التقنيه. اكزاكتلي تقنيه جديده. عم نطبخ بمي سخنه ما عم نطبخ ب بس هيدي عنار. هيدا الجهاز اللي شفناه شو؟ هيدا الجهاز هو اللي بيخلط المي بضل عم بيحرك المي بطريقه اول شيء لتضل كلها متوازيه بقلب الكيس عم نحكي؟ بقلب الطنجره لان هي بتتعلق بالطنجره اكزاكتلي وهو عنده ريزيستانس هو بحمل مي وبذات الوقت بضل عم بيحرك المي وهو تايمر بالنهايه هي لحتى الاكله تطلع على رح فرجيك الصور رح تشوفي الفرق هون حتى في يكون كونكتد على يور فون على يور سمارت فون لانه اتس بلوتوث كونكشن فمن فروم يور سمارت فون بتنقي شو انت حاطه اكله على النار او بدك تطبخيها وفيك تحضري او تعطي التايمينج وكل شيء هون عم نشوف رح تشوفي سمو كيف الطريقه المطبوخه بال بريسيشن كوكر انوفا وبالبان هونيك عم تطلع محروقه وجوانبها هيك بخوفوا اطيب وبس اخبرك شغله انه هدول الحرق بالاكل هذا كمان مضر معقول يسبب سرطان اكزاكتلي طيبين يا فادي طيبين بس مش كثير منيح مش كثير مفيدين مضرين فالطريقه انه عم تطلع فالافضل انه شو نخلطها ونحطهم بكيس انه نحطها بكيس عم نطبخها بمي سخنه بطلت اكل صارت شوي مختلفه هم بكل بساطه هيني كثير يعني بس الطعمه بتختلف اكيد فادي هون الطعمه عم تبقى الطعمه هيدي هلا لا هي فكره هيدي انه الكيس عم تبقى طعمتها مثل ما هلا ما في شك بتبقى طعمه وبتبقى يعني انا ما في كثير شارع بالطبخ انت بالاخص بس حسب بدنا نجرب. حسب كيف عم بقرا انه بهي الطريقه عم بيلاقوا فعاليه اكثر بالطبخ او حتى بطعم الاستفاده الغذائيه يمكن كمان كمان بحصلوا عليها اكثر بهالطريقه شوفي هون بالستيك شوف الفرق بستيك كيف عم تطلع ستيك اذا عم تعمليها بهالبريسيشن كوكر الانوفا ولا ببان عادي ستيك بمي بتنطبخ؟ ما هي المي ما بتيجي على الستيك ليه البلاستيك باج اكزاكتلي بس حرارة المي هي اللي عم تطبخ الستيك هي اللي عم تطبخ الاكل بالنهاية هي حرارة المي والتايمينج اهم شيء التايمينج يعني اذا بدك ستيك رير بتاخديها رير مضبوط في وقت معين اكيد صح وهذا كله فيك تثبته على التليفون بواسطه التليفون اكزاكتلي exactly. بواسطه التليفون بتعيري شو بدك يعني انت واعي هلا معنا هون فيك تحط طبخه على النار اذا عندي اياها اذا كلها حاضره اذا هذه الانوفا كمان ريدي ما في اي مشكله هي هذه الديفايس وهذا الجهاز بضل بقلب الطنجره صح أوكي. صح لانه هو عم بضل يحرك المي وعم يحمل المي يعني ما له عنش لا 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 برات كيس هو بس بالميات اذا بدك بترجلج المي مثل ما مفروض تكون حتى نحصل على صحيح صحيح مع قديه الكوانتيتي اللي انت حاططيها والتايمر والحراره اوكي بلشنا نستوعب فكره مهضومه مش غلط اذا عندي وقت رح احكي بعد عن الشيخوخه وهالشيخوخه كمان في حل جديد عملوا تيست على غير ستامسلز شو عملوا تيست صغير على فيران بس رح فيجيك صوره فيران انه اخذوا شوف ساره عند الصبح مهضومه كثير اخذوا بلاد من بلازما من البلاد تبع فاره اذا بدك صبيه صغيره فاره صبيه وينك يا امين انا ناطره تعليقك اسمع حديثنا فاره صبيه كمل وعطوا البلاد لفاره كبيره بالعمر ولقوا انه من بعد ما عملوا تستات على مجموعه فيران لانه على طول بيعملوا تستات على الفيران طلع انه لانه عطوا بلاد من حدا صغير يونج بلاد قدر يحسن بطريقه عملوا سمبل يعني ترانسفيوجن شالوا دم من فار صغيري ل exactly. بلازما بالبلازما يعني للبلد. فصلوا البلازما عن صح. الدم صح وطلع انه حقنوا البلازما بالتيتا مظبوط وطلع انه فيهم يحاربوا صارت صبيه التيتا وفيهم يحاربوا الالزايمر فيها الخليه اوكي هيدي للامراض هيدي بلشوا يعملوا تيستات على لأنه على معروفة الفيران لانه بعدين التجميلي انه عم يستخدموا البلازما بالبلد كمان ل اكزاكتلي هون عم يعملوا تيست على الفيران لبعدين يصير على الانسان انه بالنهايه بيقدروا يساعدوا بامراض الالزايمر بهالطريقه والله الله يخلينا هالحيوانات اللي عم تعاني
كل هالتجارب عنا. ثانك يو فادي، اخبار حلوه وقد ايه بنطمن لما بيكون في تطورات بمجال الطب كلنا ممكن نستفيد exactly. منها. بعد شوي بنلتقي مع امين تنشوف شو هي المفاجاه، او انتم مشاهدينا انطرونا بعد هالبريك القصير.